يا باي بعشقة المنصوري ارفقان، قاعد لحالي وزهقان. بعشقة المنصوري ارفقان، قاعد لحالي وزهقان. ومنك بوسي عالخدين بتصحي قلبي النعسان. ومنك بوسي عالخدين بتصحي قلبي النعسان. اهلا وسهلا بميشيل، اهلا فيكي. مين شهرك اكثر، هالغنية ولا ذا فويس ولا خطيبتك ولا حبك لخطيبتك؟ شو اللي شهرك هلا؟ ما بعرف، صرت حاطط فوقي وتحتي لاعمل اغاني بظرف 10 ثواني، ما ضل حدا ما سمع فيك. وعذبت حالك ورحت على ذا فويس وضيعت صورت كليب بالسويد هيك فجأة، يعني تشوفي الله كيف اذا بدي افتحها مع حدا لا على البال ولا على الخاطر. انا هيك عم بتصور. خلينا نذكر المشاهدين كيف ميشيل الخوري بالكليب بيكون، للي ما بيعرف ميشيل الخوري او للي هيك معقول هيدا هو. يلا بنشوف الكليب وبنرجع. يلا. لا مش انت، لا مش انت، لا انت، لا لا مش انت، لا اللي بتقسى وتسيب، اللي بتنسى ونسيت، اللي بتقسى وتسيب، اللي بتنسى ونسيت. نسيت الكلمة، نسيت الوعد، وين بكرة تنسى بعد. نسيت الكلمة، نسيت الوعد، ويمكن بتغني بتغني صوت الحمد لله. والباوسة هي الباوسة كانت عملت له انتشار لمشايل الخوري. انا هيك يعني كنت عم بتساعد على خطيبتي، زهقان بعشق منصورية، هلا في حفريات بالمنصورية وقايمة الدنيا وقاعدة، فكنت بشغل ونازل على الطريق العمى. شو هالقصة عجقة، شو بدنا نعمل؟ صار لي شي نص ساعة على الطريق. وعلى فكرة أول مرة بستعمل لايف ستريمينج على فيسبوك، قلت أنا هات لجربها هالفقسة. طلع معي الموال وكبسته، كبست اللايف وبلشت بتحط لي كتري 2 1 وبلش. المهم طلعنا بالموال كان كتير عفوي، وعملت لها في منشن لجاري خطيبتي ونزلتها شوي. فجأة ببلشوا اللايكات والكومنتس. بعد شي ساعة بيحكيني صديقي بيقول لي نزلت على موقع النهار، وبعد شوي بتحكيني صديقتي ندى بتقول لي نزلت على موقع على الكتائب دوت اور. شو القصة، ضجة الدنيا فيها. فهيك كانت قفشة مهضومة وصلينا العالم على الطريق. وين وصلتك هالقفشة؟ وصلتنا على الفضائية لهون. على الفضائية. شو عملت بعد ذا فويس؟ انتجت اغاني، كنت بعد قديش كل قد ايه وقد ايه تقدم اغنيه؟ كل فتره انا هيك بحب نزل. اي سنه كانت ذا فويس؟ ذا فويس كانت بال 2012، كانت اول فيرجن من ذا فويس. شوف 2012 واليوم ميشيل خوري عمل انتشار بغنيه لا على البال ولا على الخاطر. صحيح. او رجعت هيك عملت ريفرش لميشيل خوري. اخر عمل قدمته ايمتى كان؟ اخر عمل قدمته سنه الماضي كان اسمه خاتم حبيبي. كمان بس كان بس على السوشيال ميديا، ما نزلته راديوس وهيك. ما كان مصور؟ لا. خلينا نسمع منه مقطع. يلا يلا تفضل. حلي هالمسألة يا حلوة الحلوة، وعلي تدللي مين بجمالك مين؟ الخاتم مني قبلي، ومن حدي لا ترحلي. الخاتم مني قبلي، ومن حدي لا ترحلي.
ما بدي غيرك إلي كفي معاها السنين. بغني لك ليل نهار وبقلك شو ما صار، انتي بقلبي وبعيوني والبدو يغار يغار، انتي بقلبي وبعيوني والبدو يغار يغار. هاي كانت لخطيبتك؟ صح، هيدي كانت على البروبوزل، وعملتها كمان غنية ممكن كل العالم تستعملها للبروبوزل. عندك نمط غنائي معين ماشي فيه؟ يعني سمعنا هلا هالغنية وشفنا اغنية الفيديو كليب، بتحب ستيل الرومانسي؟ نعم بحبه، بس كمان ميال كمان بغني قصص. قدمت كليب او شيء خارج اطار الرومانسيه؟ غير يعني هون شفنا موال بالسياره. صح. يعني لون ثاني جبلي. في عندك كليب خارج اطار الرومانسي؟ صح، عملنا انا والشاعره ندى عبد النور، قدمنا اغنيه هاتفه كرمال اطفال الشوارع، سميناها اطفال الشوارع، كتبتها ندى ولحنتها انا، وكمان صورناها على طريقة فيديو كليب مع تيم تلفزيون لبنان، بوجه لهم تحية، كمان هن كانوا الراعيين لهيدا العمل. أخذنا لقطات من استوديو جوبر وجان اللي هو اشتغل على توزيع الأغنية، وأخذ كمان المخرج بيير حداد أخذ لقطات كمان من الشوارع، من أطفال الشوارع، وكمان نزلت على السوشيال ميديا. اليوم شو بدك تعمل، فنان ولا مهندس ديكور؟ هلا أنا بنهاراتي بشتغل بدومين الهندسة، وبنفس الوقت بأوقات فراغي ومن عشية مرات كتير بنطلب لحفلات، وأنا دايما بضلني حضر أغاني. هلأ في غنية عم حضرها لعيد الأم لازم تنزل إذا الله رد بنص الشهر، كمان من كلمات ندى وألحاني. يعني اللي عم تشتغلهم هون عم تحطهم هون 100%. طيب كيف نفتح بيت ونتجوز؟ يلا على الطريق. حددنا العرس ان شاء الله. ايمتى؟ بتموز اذا رح تغني لها غنيه؟ كمان محضرتها ولا بعد؟ محضره. فينا نسمع ولا سمعنا شيء ثاني؟ اكيد. يلا سمعنا شيء على ذوقك. يلا رح سمعكم شيء للام، لانه هلا رح تنزل قريبا. بتقول بيقولوا اني بشبهك، شو بشبهك؟ يعني أنا مثل القمر، يعني أنا مثل القمر، أحلى قمر، ومن ما شاف عيوني بيقشعك، بيعشقك، غيران يا أم عليك، غيران يا أم عليك، غيران يا أم عليك من كل البشر. حابب تصير نجم؟ كل شيء بقدمه، كل شيء مكتب لنا بنرضى فيه، كل شيء بقدم لنا. تسعى للقب نجم؟ انا عم بعمل واجباتي كرمال ارضي المستمعين، وبنفس الوقت انا اكون هيك راضي عن حالي انه عم اقدم شيء حلو، فالباقي بيجي. ممكن تطلع على النهجك؟ نعم. ممكن تطلع على النهج لحتى توصل للعالميه او تصير نجم مثل ما عمل جاد خليفه اليوم؟ جاد خليفه. اكيد لا، اكيد لا. شو رايك بهالخطوه اللي عملها كفنان؟ الصراحه انا كنت كثير حب له صوته، وكتير زعلت لما شفته بهذا الأسلوب. يعني أهين شيء بالدنيا واحد ينزل شيء هيك، ما بعرف يحكوا عنه العالم هيك دغري، بس بدك تشوفي شو الفيدباك، هل الفيدباك هن بوزيتيف أو نيجاتيف؟ كمان واحد فيه ينشهر كتير بطريقة نيجاتيف وفيه ينشهر بطريقة بوزيتيف، سو القرار دائما بيكون عند الشخص والباقي. يعني مش ممكن تلجأ لهيك أساليب، ممكن تطلع هيك من وقت لوقت غنية بالصدفة. غنية مهضومة، ممكن مهضومة هي تنجح.
على كل بدي اتمنى لك التوفيق، بتستاهل، صوتك كثير حلو ومميز. ثانك يو. انا بشكركم كمان لانكم استضفتوني ولانكم فتحتوا لي هذا المجال. واجبنا واجبنا صرت الضوء على كل شيء حلو، ورح نرجع نشوف كمان مقطع من كليبك ميشيل الخوري، وكل التوفيق لك بكل النواحي، ان كان العاطفيه وقريبا الزواج، ان كان كليب او عمل غنائي في عنا عيد الام بانتظار العمل، وعنا البيرست دانس. سكوب اول مره حدا بيسمعها. شكرا لك، وايضا بعملك كمهندس ديكور. شكرا لحضورك. شكرا. لا لا مش انت، لا مش انت، لا 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 مش انت، لا تقسى ونسيت اللي بتنسى، ونسيت اللي بتقسى ونسيت اللي بتنسى، ونسيت نسيت الكلمة نسيت الوعد، ويمكن بكرة تنسى بعد. شو حكيت يا ريتك ما حكيت.